سيبيني في حالي. هاتي لي وراك لحد فين يا ماما بقى عايزاه مني. يا تاخد فلوس التمرين تروح تجيب بيها مخدرات. ما بجيبش مخدرات. ما بتجيب ايه؟ بجيب اماينو. ايه؟ بروتين. ده بيعمل ايه ده؟ بيشرخ. يعني ايه؟ بيشرخ. بص العضله بقت عامله ازاي. ايوه تمارين بنش. طب تصدق انا هقول لابوك. هتقول له على ايه؟ ان انت بتشرب مخدرات. ما بشربش انا مخدرات. ما بتشربش؟ اه. لا طب انا هقول له ان انت ضربت الواد مصلحي بالمطوي عشان تاخد منه فلوس. ابويا اصلا اللي بيديني المطوي. تضرب مصلحي ليه بالمطوي؟ تضرب مصلحي بالمطوي يا قليل الادب. مش مصلحي ده صاحبك وحبيبك؟ تضربه يا كلب. خد هنا تعالى يا ولد. ما تضربش مصلحي تاني. يا نهار اسود ايه ده؟ اه. والله معلش معلش انا هقول لابوك. انا هقول لابوك. اه قولي له. اه اقول له. ايوه ياما قولي له ياما. يعني انت مش هم. ايوه بقول لك ايه. ماشي. ايه انا هقول لابوك. ايوه قولي له. هقول له ان انت سرقت الواد عبده كمان. لا يا ماما ما سرقتش عبده. تسرق عبده؟ يا رب تسرق عبده. تسرق عبده؟ انت مفكر نفسك هتسيغ مني؟ ده انا ما حدش يتوقعني. انتظرني بقى بتاعك من اي حته. ممكن اطلع من البلاعه دي كده. اجدايا في شكلك. طب اروح له فين بقى؟ يعني اعمل ايه؟ انا هقول لابوك. يا ستي قولي له. يا ستي تعال تعال اهو بقى بناخد جوله. اقول لابوك يعني؟ اه ما تقوليلوش ياما. ما تقوليش لابوك. اركز. اقول لابوك؟ ما تقول قولي لابويا ياما. مش فارق معايا حاجه. ما تخافش يا حبيبي قول براحتك مش هكلمك. والله يا قلقان هاجي لك منين يا حبيبي؟ اقف بالعقل اصلا. بالعقل يا حبيبي كمل ما تتوترش يا بابا انا زي جدي. ماشي يا حبيبي؟ مين شفاه بالسعود ازاي؟ خش جوه انا بقى. خش يا عم مش قصدك الله. ايه ده؟ ايه؟ قولي لابويا ياما. قولي له والنبي ياما. يعني انت مش همك حاجه؟ مش هاممني حاجه. طب تصدق هقول له على الكبيره.